شوفي جديد. مروان حيدر الخبير الزراعي بينضم لنا هلا ليعرفنا على جديده ببيت الزراعه بانطي اليا. صباح الخير مروان. هاي مروان. بونجور بونجور عبدو، بونجور ريتا، نهاركم سعيد. انت كمان تفضل، شو عندنا جديد؟ نبلش اليوم بسليل. رح نبلش بسليل، رح نبلش بسلة الفيتامين سي. الليمون يلي شغل منطقة الزلقة وأنطلياس وجل الديب أكيد، هذا الليمون اليوم عاملين السلة ال 2 كيلو ب 10,000. كمان عندنا الكليمونتين النوعية اللي كثير منيحة، كمان هالسلة فيها 2 كيلو اليوم ب 10. سلة الكيل يلي فيها بندورة وخيار وبصل، وأكيد الكيل كمان شغل المنطقة، نوعية كتير منيحة. سلة الخس يلي كتير ناس عم بتحبها، هالخس مزروعة بمنطقة بسحل، فيها ثلاث خسات، اثنين أخضر أو واحدة حمراء أو العكس، فينا ننقوي مثل ما بدون. كمان هالنوعية مزروعة بمنطقة بسحل مثل ما ذكرت، واللي عم يزرعها شاب بعده بالجامعة وحب يعمل هالمشروع، ونحن عم نوقف حده بنقول له يعطيه العافية. كمان عاملين سلة لحالها، خسة لحالها مع بندورة وخيار وبصل، هيك بيكونوا عم ينقوا سلة كاملة. وكمان أو الخس الأحمر مع بندورة وخيار وبصل، كمان هول الخسات كلهم قطف جديد. الخيار اليوم مثل ما شايفين هالنوعية اللي كتير منيحة، السلة فيها 2 كيلو، يعني اليوم عنا ال 2 كيلو خيار ب 10,000. سلة الحشايش يلي الكل عم بيحبوها، عم يعني بياخذوها على البيت، فيهم يعملوا فيها فتوش او اشياء ثانيه، فيها بقدونس، فيها روكا، بقلي، فجل، بندوره وخيار وحامض وبصل. هالسله كمان بلشناها جديده وعم نعملها بطريقه كثير حلوه. سله الملفوف مع بندوره وحامض وفجل، كمان هالملفوف قطف جديد. الحامض اليوم رح نعمل كمان سله 2 كيلو ب 10,000، هيك يلي بحاجه ياخذ حامض يعصرون ويفرزون بيقدر يعملها لهالطريقه بالشتويه، بيشيل الكيس من الفريزر وبيستعمله دغري. اكيد ما لازم ننسى انه بلشنا بالحبوب ببيت الزراعه، عندنا الفريكه، هاي الفريكه معموله، باردون الفريكه طلعت الكيس غلط ما بيأثر، الفريكه المعموله عندنا محروقه على العالي، يعني مش محطوطه بالارض، بمكانات على العالي حاطينها وحارقينها، هيك ما بيكون فيها رمل ابدا. اكيد عندنا العدس وعنا الحمص، الحمص حبة صغيرة الوطني، والعدس النوعية المنيحة، وهو الصنفين بس ينحطوا على النار دغري بيستووا، نوعية جيدة جدا. هيدي الفريكة هالنوعية اللي عم بحكي عنها، كثير ناس جربوها هاليومين، ناطرين الفيدباك، يعني اشترون ناطرين الفيدباك تيشوف شو النوعية، إذا على ذوقهم، وأكيد حتكون على ذوقهم. أكيد هون بدنا نحكي على السمسم، السمسم كمان شغل لبنان، عم بيكون بقشره، نوعية كثير مهمة. يعني زدنا على عائلة الحبوب البرغل، كمان هالبرغل كمان شغل لبنان، نوعية توب. فاللي بحب يبلش يفوت حبوب على بيته من بيت الزراعة، نحن بلشنا نفوتهم على بيت الزراعة. وأكيد عندنا سلة البندورة اليوم كمان الكيلو بعشرة. هون بدي أقول ميرسي كتير لمدام أولغا، مدام أولغا إجت امبارح لعنا وأخذت كمية سليل، واليوم دقيت وكمان طلبت كميه سلال كبيره. مدام اولغا بنقول لها ميرسي كثير، مع انه عم تيجي لعنا من منطقه بعيده، بنشكرها مره ثانيه لمدام اولغا. واليوم كمان عندنا صوص توما، صوص ابل صوص، صوص التفاح، كنا وقفنا شوي الاوف معه كيس الكعك، هلا رح رجعنا عدناها كمان، مع كل ابل صوص حيطلع لهم كيس كعك كادو. كل هالاصناف موجوده، اكيد عندنا الافوكا، عندنا الاصناف الثانيه كلها موجوده، ان كان قرنبيط او ملفوف او الاصناف الثانيه بحبوا ياخذوها بالكيلو كمان موجودين. ولازم اذكر دائما هالزيت يلي كل الناس حبته، زيت الحلو يلي شغل منطقه عين قبل، واكيد يلي بحب ياخذ زيت بالجالون بيقدر ياخذ زيت بالتنكي. نحن دائما غير انه بنفحص لانه اصناف الزيت اللي عندنا اكيد بنشتغل على ثقه مع الناس، بس عم ناخذ هالاصناف بنفحصهم لنطمن بينا تكون هالمنتج عم يوصل للمستهلك بطريقه كثير منيحه ونوعيه جيده جدا، وهيك بنكون على طول عم نحافظ على المقاييس العاليه.
اكيد المكدوس شغل منطقه القاع، واللبنه المكعزلي كمان شغل منطقه القاع، وكل الاصناف البقيه كنا عم نحكي زيتون يلي كنا جبناهم من منطقه جديده الفاكهه، وكمان مكبوسين جديد ونوعيتهم جيده جدا الى جانب حامض الحصروم او شراب التوت يلي هلا بعدنا يعني اخر الصيفيه بضل الناس بتحب شراب التوت. بتقرب شوي كيف بدنا نفرجيكم كيف مننزل الموز. هلا الشاب عم ينزل لنا الموز، بنقول له يعطيه الف عافيه. هون بدي اقول ميرسي كثير للحاج محمد تقي يلي على طول بيهتم فينا. هيدا ارض الموز يلي بننزله، نحن بننزل كميات كبيره، واكيد سلنه الموز بعدها عنا ب 10000. يعطيك العافيه. بعدها عنا ب 10000. وعبدو وريتا بس بدهم يقولوا لكم بونجور الصبايا، بس نصبحهم نقول لهم بونجور. عبدو وريتا هاي بونجور، بحبوا يصبحوكم دائما. الستات بيجوا، الستات بيجوا شوي بكير الصبح من قد ما فينا بنلبيهم على السريع قبل الحلقه وبعد الحلقه. فالحلو انه بس نبلش حلقتنا بصير في سكوت تام عندنا هون. ثانك يو عن جد كلكم ذوق. بصير في سكوت، نرجع بعد الحلقه بترجع بتصير هيك الضجه والناس بتبلش تاخذ اغراضها. كل هالاصناف موجوده اكيد ببيت الزراعه. نحن عم نيجي من 7 الصبح ل 8 عشيه، واللي بحب كمان ياخذ اشياء للزرع اكيد القسم الثاني من بيت الزراعه اللي هو ثاني قاطع من الطريق، في كل شيء بذور وحبوب للزرع، كل الاصناف الشتول كان خس ملفوف قرنبيط يلي هلا بينزرعوا، او بذر الفول بذر البازيلا، كل الاصناف والكيماويات وحتى السماد العضوي، اي شغله بيعزوها زراعيا من عده وعتاد اكيد معدات عفوا اكيد موجوده بالقسم الثاني من بيت الزراعه. كمان الشباب هنيك بيكونوا بخدمتهم. بحب ذكر شغلي دائما ريتا وعبدو انه نحن اصنافنا 100% عم نجيبها من لبنان، ما بنشتغل ابدا لا معامل ولا اصناف تيجي من برا. خاصة الموني عم نركز على الناس يلي عم تعملها ببيوتها، هالاشخاص اللي بلشوا بدومين صغير وبلشوا يعملوا رب البندورة او رب الحار او يعملوا مربيات، صار عندهم اتليه صغير بهالبيت وعم يجيبوا جيرانهم يشتغلوا او قريبينهم، نحن عم نشتغل ديركت معهم. كمان بدي اقول ميرسي كثير لدكتور ميشيل ياس فريم اللي عم بيجي ياخذ عينات من عنا وبيفحصها، وعم بيفحصها مجانا ما عم بياخذ منا مصاري، بنقول له ميرسي كثير. هيك نحن عم نطمن بالنا بالنوعيه اللي عنا اياها، وعم ننقل النوعيه الجيده جدا للاشخاص اللي عم تاخذ من عنا، وبهالطريقه بيكون كلنا عم نشتغل بطريقه حلوه بمنتج جيد جدا لبناني 100%، ما عم نجيب اصناف ابدا من برا. هالاصناف كلها إلا جانب العسل، كمان صار في عنا عسل اليوم أصناف جديدة، عسل شوكي، عسل طيون، وعسل سنديان. هالأصناف عم يجيبون من منطقة فريا، أصناف مفحوصة ونوعية جيدة جدا. وقريبا اللي كان عم يطلب منا دبس الخروب، رح يصير في عنا دبس الخروب، لأنه شوي كان عنا شح بدبس الخروب، لأنه عم نتعب شوي تنلاقي عينات على ذوقنا. جمعة الجاية على الأكيد حيكون في عنا دبس خروب، هيك بنكون كل الموني تبع بيت الزراعة عم تكتمل، وعم بيكون عندنا كل الأصناف. نعم مروان يعطيك العافية، نوصل المنتج صالح 100%. ميرسي عبدو، ميرسي، شكرا لك مروان، يعطيك العافية، وإن شاء الله نشوفك عندنا عبدو كمان ريتا. ميرسي لك. ميرسي مروان.